السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نحكي عن التحويلات الهندسية للصف السابع. تحدثنا في الحصة الماضية عن التحويل الهندسي. اليوم رح ناخد ثلاث أنواع من أنواع التحويلات الهندسية، اللي هي الانعكاس والانسحاب والدوران. طبعا موجود كل واحد منها بدرس منفصل عن تانية سابع، لكن احنا لضيق الوقت جمعناهم في درس واحد وفي ملخص بيحتوي كل الاشياء المهمة يلي ممكن تحتاجها. رح نبدأ ان شاء الله باول فكرة، اللي هي فكرة الانعكاس. ما هو الانعكاس؟ الانعكاس هو تحويل هندسي يقلب شكلا ما حول محور معين ويعمل كمرآة، ويسمى محور الانعكاس للحصول على صورة لهذا الشكل دون أن يغير من قياساته، يرمز له بالرمز عين. إذا الانعكاس هو نوع من أنواع التحويلات الهندسية، كأنه عندي مراية بدي أحصل على صورة مشابهة للصورة الأصلية تماما حول محور الانعكاس. طبعا هون رح ناخد ممكن أعكس حول محور السينات أو محور الصادات، كما رح يرد بالأمثلة التالية. عندنا مثال، جت صورة كل من النقطة ألف 2 5 ب سالب 3 5 ج 1 سالب 2 د سالب 4، إذا كان محور الانعكاس هو محور السينات. للتوضيح بداية، كيف يعني من محور الانعكاس هو محور السينات؟ عندي هذا المستوى الإحداثي، عندي النقطة س ص. هاي النقطة س ص بدي أوجد النقطة اللي بتقابلها تماما على محور السينات، يعني هذا محور السينات كأنه مرآة، بدي أتخيله مرآة بده يعكس لي النقطة س ص. عندي النقطة س ص لو عكستها على المحور راح تصير س سالب ص، لأني بلاحظ إنه هاي النقطة لما عكستها ضلت في السينات الموجب. عندي النقطة س، هي هون كانت س وهون س، لكن هون كانت ص، باخذ مسافة مساوية لها تماما لكن على ص السالب. فانعكاس النقطة س ص هو س سالب ص. بنلاحظ انه الانعكاس على محور السينات بحافظ لي على إشارة النقطة س، وبغير لي بعكس لي إشارة ص. محور الانعكاس إذا كان هو محور السينات، عين السين صاد، هاي إشارة التحويل، سين سالب صاد لأنه محور السينات محور الانعكاس، سين تبقى كما هي وصاد تنعكس إشارتها. فانعكاس النقطة 2 5 اللي هي النقطة ألف اللي طلب مني انعكاسها، بما أنه الانعكاس حول محور السينات الإحداثي السيني يبقى كما هو وبعكس إشارة الإحداثي الصادي. النقطة ب سالب 3 و 5 الإحداثي السيني يبقى كما هو وعكست إشارة الإحداثي الصادي، وبطبق هذا على كل النقاط اللي عندي. طب خلينا نشوف إذا كان محور الانعكاس هو محور الصادات. مثال، جت صورة كل من النقاط ألف 8 3 وبا وجيم ودال، إذا كان محور الانعكاس هو محور الصادات. عندي هاي النقطة سين صاد بدي أعكسها، بس هاي المرة المرآة تبعتي أو محور الانعكاس هو محور الصادات وليس محور السينات. بنلاحظ النقطة هون كانت سين صاد، لو عكستها كانت سين الموجبة صارت في سين السالبة، هي منطقة هذا محور السينات الموجب، هذا محور السينات السالب. يعني بدي أتخيل صاد هو المرآة، هي النقطة سين صاد عكستها رح تكون في الجهة المقابلة إلها على محور الصادات لأنه هي المرآة اللي عندي. سين كانت بسين الموجب سين موجبة، أصبحت هون كانت سين موجبة أصبحت بسين السالبة، صاد كانت بصاد الموجبة والإحداث الصادي ما تغير ضل بصاد الموجبة، ضل على نفس الخط. نستنتج إنه إذا كان محور الانعكاس هو محور الصادات، فانعكاس النقطة سين صاد بغير الإحداثي السيني بعكس إشارة الإحداثي السيني ويبقى الإحداث الصادي كما هو. عشان هيك انعكاس النقطة 8 3 حول محور الصادات بغير إشارة الإحداث السيني والإحداث الصادي يبقى كما هو. انعكاس النقطة سالب 9 و 7 حول محور الصادات 9 و 7، غيرت إشارة الإحداثي السيني والإحداث الصادي كما هو. انعكاس النقطة 5 سالب 6 هو سالب 5 سالب 6 حول محور الصادات. طبعا
انعكاس النقطة سالب واحد وسالب 11 حول محور الصادات هو واحد وسالب 11. نستنتج إذا كان محور الانعكاس هو محور السينات بنحافظ على إشارة الإحداثي السيني، بينما لو كان محور الانعكاس هو محور الصادات رح أحافظ على إشارة الإحداثي الصادي. يعني لو جاب لي هيك مثال إنه عكست النقطة 8-3 فصارت سالب 8-3، شو هو محور الانعكاس؟ بشوف إيش النقطة اللي حافظت على إشارتها اللي هي أي إحداثي، اللي هو الإحداث الصادي، فحيكون محور الانعكاس أنا رح أستنتج إنه محور الصادة. سؤال 2 صفحة 103، حدد محور الانعكاس في كل من الانعكاسات الآتي. هذا على الفكرة اللي حكينا عليها، هذا من قاعدة إنه الإحداثي يلي بيحافظ على صورته زي ما هي وعلى إشارته هو محور الانعكاس. عندي النقطة سالب 2-1 عكستها صارت 2-1، مين الإحداث اللي حافظ على إشارته؟ الإحداثي الصادي كان 1 ضل 1، بينما السيني كان سالب 2 غيرت إشارته 2، إذا محور الإنعكاس هو محور الصادات، هو المحور اللي بقيت إشارته كما هو، مش الإحداثي الذي بقيت إشارته كما هو. 3-2 3-2، الإحداثي السيني هو اللي ظلت إشارته زي ما هي، إذا محور الإنعكاس هو محور السينات. الإحداثي بجيم، الإحداثي الصادي هو اللي بقيت إشارته زي ما هو، إذا محور الصادات هو محور الإنعكاس. نروح النقطة دال، 0-0 إنعكاسها 0-0. بنلاحظ هون إنه التنتين حافظوا على إشارتهم، لأنه هذا أصلاً الصفر، الصفر أي إشارة ما رح تفرق، فقد يكون محور السينات أو محور الصادات هو محور الانعكاس. رح نروح الفكرة الثانية إن شاء الله اللي هي الانسحاب. الانسحاب هو تحويل هندسي ينقل شكلا من مكان إلى آخر بمقدار معين يسمى مقدار الانسحاب، وباتجاه معين يسمى اتجاه الانسحاب دون أن يغير من قياساته أو شكله ويرمز له بالرمز ح. إذن الانسحاب هو تحويل هندسي رمزه ح، يعتمد على نقل شكل بمقدار معين واتجاه معين. يعني رح أنقل مثلا وحدتين 3-1 وباتجاه معين، ممكن لليمين للأسفل للأعلى، وبالشرط أنه ما يتغير لا قياسه ولا شكله. عشان نفهم فكرة الانسحاب رح ندرس المثال الآتي. عندي مثال جد صورة النقطة -1-1 تحت تأثير كل من الانسحابات الآتية. عندنا النقطة -1-1 بنحددها هون على المستوى الإحداثي. هاي النقطة -1-1 بدي أعرضها لمجموعة من الانسحابات، ممكن أسحبها لليمين بمقدار معين، ممكن أسحبها لليسار، للأعلى، للأسفل. يعني السحب رح يكون بخط مستقيم إما لليمين أو لليسار أو للأعلى أو للأسفل. أول إشي طالب مني السؤال أسحبها إلى اليمين وحدتين، دا أسحب النقطة -1-1 إلى اليمين وحدتين، يعني النقطة هاي بدي أسحبها لليمين فقط، يعني بدي أغير على هذا الإحداثي السيني، بدي أسحبها لليمين وحدتين، هاي وحدة وحدتين، فراح تصير النقطة 1-1. لما أسحبها لليمين وحدتين راح تصير الإحداثي إلها 1-1. إذا سحب النقطة -1-1 إلى اليمين وحدتين صارت النقطة 1-1. بنلاحظ إنه السحب إلى اليمين غير على الإحداثي السيني، لكن ما غير لي الإحداثي الصادي للنقطة. فلما أسحب أي نقطة لليمين -1 كيف صارت 1؟ ضفت لها 2، راح أضيف للسالب 1 يعني بدون رسمة لو ما عندي أنا مستوى إحداثي، عندي -1 بما أنه السحب لليمين، السحب لليمين يؤثر على الإحداثي السيني بالزيادة، يعني -1 + 2 فبتصير 1، والسحب على إلى اليمين لا يؤثر على الإحداثي الصادي، 1 ضل 1. لو أخذنا المطلوب الثاني إلى اليسار 3 وحدات، هاي عندي النقطة، نرجع للنقطة الأصلية اللي هي النقطة الصفراء، -1-1 دي أسحبها لليسار 3 وحدات، لليسار 1-2-3، هاي 3 وحدات، صارت النقطة -4-1، -4
واحد. بنلاحظ انه السحب لليسار كذلك غير لي على الاحداث السيني، كانت سالب واحد صارت سالب اربعة، والاحداث الصادي بقي كما هو. كيف السالب واحد صارت سالب اربعة؟ طرحت منها ثلاثة. اذا كان الانسحاب الى اليسار راح اطرح من الاحداثي السيني بمقدار الانسحاب. اذا لهلا صرنا ماخذين انسحاب لليمين واليسار اللي هو الانسحاب الافقي. اذا كان الانسحاب الى اليمين، الانسحاب الافقي طبعا بيأثر على الاحداثي السيني، هاي سحبتها افقي، مرة لليمين مرة لليسار، غير لي على الاحداث السيني والاحداث الصادي بقي كما هو. اذا كان الانسحاب لليمين راح ازيد بمقدار الانسحاب للاحداث السيني، اذا كان الانسحاب الى اليسار راح انقص بمقدار الانسحاب من الاحداث السيني. خلينا نشوف الانسحابات العمودية اللي هي للاعلى والاسفل. العمودية اكيد راح تغير اي احداث، هي لما غير عمودي على الاحداث الصادي. اذا كان الانسحاب الى الاعلى اربع وحدات، هي عندي النقطة الأصلية نرجع لها سالب واحد واحد، دي أسحبها للأعلى أربع وحدات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، راح تصير النقطة سالب واحد وخمسة، سالب واحد وخمسة. فانسحاب النقطة سالب واحد واحد إلى الأعلى أربع وحدات سالب واحد وخمسة، هذا انسحاب عمودي باتجاه العمودي. بنلاحظ إنه الاتجاه الإحداثي السيني ما تغير عليه إشي، والإحداثي الصادي زاد عليه أربعة، واحد زائد أربعة. فالانسحاب إلى الأعلى بغير لي على الإحداث الصادي زيادة بمقدار الانسحاب. بده أسحب النقطة بالمطلوب الرابع إلى الأسفل وحدة واحدة، هاي النقطة الأصلية اللي هي الصفرة، سالب واحد واحد، بدي أنزلها للأسفل، هاي للأسفل بمقدار وحدة واحدة، راح تصير النقطة هون اللي هي سالب واحد وصفر، سالب واحد وصفر. الانسحاب إلى الأسفل انسحاب عمودي، عمودي ما بغير لي على السيني، بقي الإحداث السيني كما هو. الإحداث الصادي كان واحد صار صفر، كيف؟ طرحت منه واحد اللي هو مقدار الانسحاب. إذا الانسحاب يا بيكون أفقي يا بيكون عمودي. إذا كان أفقي بيأثر هيك أفقي يمين أو يسار، بيأثر على الإحداثي السيني زيادة إذا كان لليمين، أو نقصانا إذا كان إلى اليسار. إذا كان الانسحاب عمودي يعني للأعلى أو للأسفل، بيأثر لي على الإحداثي الصادي زيادة إذا كان للأعلى، نقصانا إذا كان للأسفل. وهاي قواعد الانسحاب. هذا نوع التحويل اللي هو حا، هاي قاعدة الانسحاب إلى اليمين. نوع التحويل اللي هو حا للنقطة سين صاد، إذا بدي أسحبها لليمين زي ما حكينا لليمين بيأثر أفقي، انسحاب أفقي بيأثر على الإحداثي السيني زيادة. يمين دائما يمين موجب، يسار سالب، أعلى موجب أسفل سالب، زيادة بمقدار الانسحاب. كذلك قاعدة الانسحاب إلى اليسار، هاي عندي النقطة سين صاد، انسحاب إلى اليسار رح يأثر أفقي، انسحاب أفقي بيأثر على السينات نقصانا بمقدار الانسحاب، والصادات يبقى كما هو. قاعدة الانسحاب إلى الأعلى، إلى الأعلى انسحاب عمودي يعني السين ما رح يتأثر، اللي رح يتأثر هو الصادي زيادة لأنه إلى الأعلى بمقدار الانسحاب. قاعدة الانسحاب إلى الأسفل ما رح يأثر على السينات، رح يأثر على الصادات، أسفل معناها نقصان. نأخذ مثال تاني، جت صورة النقطة 4-2 تحت تأثير كل من الانسحابات الآتية. هاي المرة بدنا نحله بس بدون مستوى إحداثي. إذا بدي أسحب النقطة إلى اليمين أربع وحدات، أول إشي أربع لليمين، النقطة 4-2 بدي أسحبها لليمين أربع وحدات لليمين، يعني رح يأثر لي على الإحداثي السيني زيادة بمقدار الانسحاب، يعني رح أضيف على الإحداث السيني موجب أربعة، والإحداث الصادي يبقى كما هو، أربعة زائد أربعة تمانية، والإحداث الصادي تنين. فانسحاب النقطة 4-2 هو 8-2، زدنا على الإحداث السيني
أربعة. إلى اليسار سبع وحدات للنقطة أربعة تنين. عندي النقطة كانت أربعة تنين إلى اليسار. إلى اليسار معناها بغير من الإحداثي السيني، زي لو رجعنا قبل شوي على القواعد. إلى اليسار على الإحداث السيني نقصانا بمقدار الانسحاب، يعني بدي أنقص من الإحداثي السيني سبعة، والإحداث الصادي ما راح يتغير. فأربعة ناقص سبعة ناقص ثلاثة تنين. ثلاثة إلى الأعلى خمس وحدات. عندي النقطة أربعة تنين إلى الأعلى. الأعلى بغير من الإحداثي الصادي زيادة، الإحداث السيني يبقى كما هو، وبدي أزيد على الإحداث الصادي بمقدار الانسحاب اللي هو خمسة، فبتصير النقطة أربعة وسبعة. أربعة إلى الأسفل ثلاث وحدات. النقطة الأصلية أربعة وتنين إلى الأسفل، يعني غير من الإحداثي الصادي أسفل نقصان بمقدار ثلاثة. الإحداث السيني طبعا ما بتأثر. أربعة واثنين ناقص ثلاثة سالب واحد. ممكن يكون الانسحاب في جهتين، يعني أفقي وعمودي. إلى اليمين ست وحدات وإلى الأسفل وحدتين. هون رح يغير على الإحداثي السيني ورح يغير على الإحداثي الصادي. النقطة كانت أربعة واثنين إلى اليمين ست وحدات، يعني زيد على اليمين ستة، زيد على الإحداثي السيني ستة، لأنه اليمين بتأثر على الإحداثي السيني. إلى الأسفل وحدتين. الأسفل دائما معناها نقص من الإحداثي الصادي، الأسفل معناها نقص من الإحداثي الصادي بمقدار تنين، فأنا زدت على الإحداثي السيني ستة وطرحت من الإحداثي الصادي تنين، فصارت النقطة عشرة وتنين ناقص تنين صفر. حدد اتجاه الانسحاب ومقداره في كل من الانسحابات الآتية. هون السؤال جاييني بالعكس، معطيني النقطة الأصلية ومعطيني بعد الانسحاب ايش صارت، وبده احدد له مقدار الانسحاب. النقطة الأصلية كانت عندنا سالب تنين وواحد، بعد ما انا سحبتها صارت تنين وواحد. بنلاحظ انه اللي تغير هو الإحداثي السيني، كان سالب تنين تنين، يعني انا سحبتها أفقيا تغير الإحداثي السيني، فأنا سحبتها أفقيا إما لليمين أو لليسار. هلأ بما إنه صار زيادة إذا أكيد أنا سحبتها لليمين. طب بمقدار كم وحدة السالب تنين أنا كم زدت عليها عشان تصير تنين؟ زدت عليها أربعة، فكان السحب لليمين أربع وحدات. النقطة عندي بات تحويل من ثلاثة لتنين، صارت ثلاثة سالب تنين. بنلاحظ انه هون تنين هون سالب تنين، فالتغيير صار على الإحداثي الصادي، يعني انا حركتها عمودي اما للأعلى او للأسفل. بس بما انه صار نقصان تنين سالب تنين، يعني انا سحبتها لتحت للأسفل، فالانسحاب للأسفل التنين قديش نقصت منها عشان تصير سالب تنين؟ أربعة. للأسفل أربع وحدات. النقطة جيم ح انسحاب، النقطة سالب أربعة سالب ستة، صارت سالب سبعة سالب ستة. هون بنلاحظ إنه اللي تغير الإحداثي السيني، فأنا أكيد سحبتها أفقي، كانت سالب أربعة قلت صارت سالب سبعة، إذا أنا سحبتها لليسار. طب السالب أربعة كم طرحت منها عشان تصير سالب سبعة؟ اللي هي طرحت منها بمقدار ثلاثة، فلليسار ثلاث وحدات. دال تحويل النقطة ستة ثلاثة، صارت تنين وستة. هون أنا غيرت بالإحداثي السيني والإحداثي الصادي، يعني صار عندي سحب أفقي وعمودي. ستة صارت تنين، يعني أنا سحبتها لليسار، لأنه قلت دائما الطرح لليسار بمقدار أربعة، سحبتها لليسار بمقدار أربعة. طب والعمودي كانت ثلاث صارت ستة، إذا أنا رفعتها حركتها للأعلى، كانت ثلاثة صارت ستة، إذا راح يكون للأعلى ثلاث وحدات، إذا لليسار أربع وحدات وللأعلى ثلاث وحدات. رح نروح الفكرة الثانية إن شاء الله، اللي هي الانسحاب. الانسحاب هو تحويل هندسي ينقل شكلا من مكان إلى آخر بمقدار معين
يسمى مقدار الانسحاب، وباتجاه معين يسمى اتجاه الانسحاب دون أن يغير من قياساته أو شكله ويرمز له بالرمز ح. إذا الانسحاب هو تحويل هندسي رمزه ح، يعتمد على نقل شكل بمقدار معين واتجاه معين. يعني راح أنقل مثلا وحدتين ثلاث وحد وباتجاه معين، ممكن لليمين للأسفل للأعلى، وبالشرط إنه ما يتغير لا قياسه ولا شكله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نحكي عن التحويلات الهندسية للصف السابع. تحدثنا في الحصة الماضية عن التحويل الهندسي، اليوم رح ناخد ثلاث أنواع من أنواع التحويلات الهندسية اللي هي الانعكاس والانسحاب والدوران. طبعا موجود كل واحد منها بدرس منفصل عن تانية سابع، لكن احنا لضيق الوقت جمعناهم في درس واحد وفي ملخص بيحتوي كل الاشياء المهمة يلي ممكن تحتاجها. رح نبدأ ان شاء الله باول فكرة اللي هي فكرة الانعكاس. عندنا لو حلينا تدريب واحد صفحة 116، جد صورة النقطة سالب 2.5 تحت تأثير دوران مركز ونقطة الأصل باتجاه عكس عقارب الساعة بزاوية قياسها. دائما رح يكون عندي دوران تأثير حول نقطة الأصل، دائما في هاي الأمثلة رح يكون عكس عقارب الساعة. بداية لو بدي بزاوية 90، بدي هاي النقطة سالب 2.5 أحدث لها دوران بزاوية 90. بدي أكون أنا حافظة القاعدة، دوران أي نقطة بزاوية 90 سين صاد بتكون النقطة بتصير سالب صاد سين، يعني راح أعكس أماكنهم وراح أغير إشارة الإحداثي الصادي. فدوران النقطة سالب 2.5 راح يكون راح أعكس أماكنهم وراح أغير إشارة الإحداثي الصادي، كانت سالب 2.5 غير لي إشارة هاي بتصير سالب 5 وغير أماكنهم سالب 5 سالب 2. دوران النقطة بزاوية 180، هاي قاعدة الدوران بدي أكون حافظتها عشان أعرف أطبق عليها. دوران النقطة حول دوران النقطة بزاوية 180 بتكون النقطة سين صاد، راح تصير عندي سالب سين سالب صاد. فعندي النقطة كانت سالب 2.5، هاي القاعدة، غير إشارة غير إشارة الإحداث السيني والإحداث الصادي وخليهم في مكانهم، فالسالب 2 بتضل 2 والخمسة بتصير سالب 5، السالب 2 بتصير 2 والخمسة سالب 5. دوران النقطة بزاوية 270، هاي قاعدة الدوران، تكون سين صاد بتصير صاد سالب سين، معناها غير أماكنهم وبعدين غير إشارة الإحداثي السيني اللي كان إحداثي سيني. دوران النقطة سالب 2.5 راح نغير أماكنهم، واللي كان إحداثي سيني اللي هو هون سالب 2 بدي أغير إشارته.
دوران النقطة بزاوية 360 راح تضل النقطة زي ما هي، سالب 2 5 سالب 2 5. ممكن يجيني السؤال بالعكس، يعطيني الدوران ويطلب مني أحدد الزاوية. حدد زاوية الدوران في كل مما يأتي. بدي أكون هون حافظة قواعد الدوران كتير منيح عشان أعرف أطبق عليها أو أحدد زاوية الدوران. النقطة ألف كانت سالب 2 1، صارت سالب 1 سالب 2. بنلاحظ هون إنه أنا غيرت أماكنهم، غيرت أماكنهم، كانت سالب 2 1 صارت سالب 1 سالب 2، وعكست إشارة اللي كان إحداثي صادي. فالقاعدة هون هي سالب صاد سين، هذا دوران بزاوية 90. لو رحنا عبا 2 3 سالب 2 سالب 3، أنا حافظت على أماكنهم لكن غيرت إشارة الطرفين. هاي الزاوية 180، دوران بزاوية 180. جيم سالب 4 سالب 6، 6 سالب 4. بلاحظ هون أنا عكست أماكنهم، عكست أماكنهم وغيرت إشارة اللي كان صاد. اللي بعكس أماكنهم وبغير إشارة اللي كان صاد هي برضو 90 زي المثال ألف. دال عندي 0 1 1 0. بلاحظ هون إني أنا عكست أماكنهم، وقد أكون غيرت إشارة الصفر يعني اللي كان سين، فهاي دوران بزاوية 270. هيك إن شاء الله بيكون انتهى درسنا لليوم. هذا تلخيص للثلاث دروس اللي واردة في درس التحويلات الهندسية اللي هو الانعكاس والانسحاب والدوران. طبعا هذا ملخص، انت مطالب فقط في هذا الملخص. بس للتذكير انه هذا الانسحاب الانعكاس والدوران ممكن اني اطبقه على الاشكال، بس هون احنا طبقناه فقط على النقاط. انت مطالب فقط بالوارد في هذا الفيديو.